السلام عليكم. اليوم نعرفكم على الخط المنجمي الشرقي اللي يربط منطقة بلاد الحدبة وجبل العنق إلى حدود ميناء عنابة على مسافة 490 كيلومتر، وهذا الخط اللي يعرف يعني مقاطع جد صعبة وفيها عدة منشآت، يعني طراز عالمي، فيه نفق 2.8 كيلومتر ونفق أخرى أقل طولا، وفيه جسور كبيرة جدا. وينقسم هذا الخط إلى 3 أجزاء: الجزء الأول الذي يقع ما بين جبل العنق وجبل الحدبة ومنطقة الحدبة إلى حدود مدينة تبسة، وإلى منتصف الطريق بين تبسة وسوق عراس، فيه 190 كيلومتر، وهذا الجزء يعني قريب الأشغال انتهت فيه، ويقع في منطقة منخفضة وسهلة ما فيهاش تضاريس كثيرة. لكن الجزء الثاني والثالث، الثاني يقع في ولاية سوق عراس، والثالث يقع في بين يعني مدينة بوشقوف في ولاية تقالمة إلى حدود مدينة عنابة. هاد الزوج مقاطع هي صعبة جدا بسبب التضاريس الصعبة. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يفسر كل هذه الأشياء واللي يعطينا الحجم نتاع المشروع هذا تاع استغلال الفوسفات في منطقة جبل العنق على امتداد يعني 490 كيلومتر جنوبا. هذا يعني الصعوبة تاع المشروع هذا يعني صعيب كثير، لان هذه المقاطع تاع الطرق يعني تاع الخطط السكاكيه هذه صعبه جدا، والدوله قررت ازدواجيه هذه الطرق وتحسين المسارات، وكذلك يعني وضع نظام الاشارات جد متطور لكي ننطلق في استغلال الفوسفات. قبل ذلك غير ممكن. اذا المشروع هذا ما زال يتطلب اكثر الصبر لانتهاء يعني الاشغال نتاع يعني طريق النقل نتاع الفوسفات، اذا باتجاه الشمال باتجاه ميناء عنابة. اذا نخليكم تتابعوا المشروع هذا واللي راح يخلق يعني حتى في مرحله تاع الانشاء تاعو سوف يخلق مناصب شغل، حوالي 20,000 منصب شغل سوف تخلق بين يعني مناصب مباشرة أو غير مباشرة في منطقة الشرق الجزائري. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. استراتيجية كان عنوانها الرئيسي خلق أقطاب جديدة للصناعة المنجمية مع توسيع شبكة السكة الحديدية كبنية تحتية ضرورية لمرافقة هذه الاستثمارات الضخمة. في هذا السياق وبالموازاة مع إطلاق المشروع الاستثماري المدمج والضخم لاستخراج وتحويل وصناعة المواد الفوسفاتية والحديد في شرق البلاد، قررت الدولة الجزائرية مرافقة هذا المشروع الحيوي ببنية تحتية عصرية من خلال تحديد وعصرنة الخط المنجمي الشرقي بغية الرفع من طاقة استيعابه إلى أكثر من 23 مليون طن سنوياً، بغية تحقيق الأهداف المسطرة وضعت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بتفويض من وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية خارطة طريق تتضمن تحديد وعصرنات وتثنية الخط من أجل تلبية احتياجات النقل لهذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي، بما يتماشى مع أجل دخول مركبات الإنتاج حيز الخدمة. ينطلق المقطع الشمالي من الخط المنجمي الشرقي من ميناء عنابة شمالا إلى بوشقوف في ولاية قلمة، مقطع سيشهد مباشرة أشغال تثنية وعصرنة وتصحيح المسار على مسافة 54 كيلومترا. يتضمن هذا المشروع بناء 3 جسور كبيرة و30 منشأة فنية لتجنب تقاطع السكة الحديدية مع شبكة الطرقات، إضافة إلى حفر نفقين
بطول 1850 مترا، ونفق آخر مغطى بطول 750 متر، فضلا عن أشغال حفر وردم 3.9 مليون متر مكعب من الأتربة. وكلت مهام إنجاز هذا المقطع لتجمع الشركات العمومية كوسيدير للأشغال العمومية وكوسيدير للمنشآت الفنية، رفقة شركات جي سي بي وانجوا سيغويست انفرافير وانفراغاي، بأجل إنجاز تقدر ب30 شهر يتكفل بمتابعتها تجمع لمكاتب الدراسات العمومية سايتي سيدام وال سي تي بي. أما المقطع الأوسط من الخط المنجمي الشرقي مقسم إلى جزئين، يربط جزءه الأول بوشقوف بدريعة في ولاية سقارس على مسافة 121 كيلومتر، منطقة تتميز بتضاريسها الواعرة جدا، حيث يتطلب إنجازه حفر 10 أنفاق بطول 6825 متر، وتشييد 46 جسر كبير بطول يتجاوز 26 كيلومتر، إضافة إلى أكثر من 15 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم. على هذا الأساس سيتم الإعلان عن منقصة وطنية ودولية محدودة في الأيام القليلة القادمة من أجل اختيار شركة أو تجمع شركات متخصصة في التعامل مع هذا النوع من المشاريع بغية تسليمه في آجاله المحددة والتي تقدر ب40 شهر. في الجزء الثاني من المقطع الأوسط ستنطلق الأشغال قريبا بين دريعة ووادي الكبريت على مسافة 30 كيلومتر على أن تستغرق 24 شهر. يضم هذا الجزء أيضا 3 جسور كبيرة و1.6 مليون متر مكعب من أشغال التسطيح. في الجهة الجنوبية من الخط المنجمي الشرقي والتي تمثل 42% من الطول الإجمالي للخط، يشهد المقطع الرابط بين وادي الكبريت وجبل العنق مسافة 177 كيلومتر تسارعا في وتيرة الإنجاز، حيث انتهت جميع أشغال التسطيح والمنشآت الهيدروليكية، في حين تم وضع السكة على مسافة 110 كيلومتر، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 75% على أن تنتهي نهاية السنة الجارية. مقطع يشرف على إنجازه تجمع الشركات العمومية المتكون من كوسيدير للأشغال العمومية، كوسيدير للمنشآت الفنية، سابتا وإنفراغاي، بمتابعة من تجمع لمكاتب الدراسات الوطنية سيتيغاي اس او تي اس والتدي سود، وبغية تجنب مدينة تبسة وتصحيح المسار خاصة ما تعلق بانحدار الخط على مستوى جبل تينوكلا. تم إسناد مهام إنجاز الخط الاجتنابي المزدوج لمدينة تبسة على مسافة 43 كيلومتر، إضافة إلى ربط منجم بلاد الحدبة على مسافة 23 كيلومتر لنفس تجمع شركات الإنجاز وكذا مكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة. بأجل إنجاز تقدر ب30 شهر سيتم خلالها تشييد 7 جسور للسكة الحديدية بطول إجمالي يصل إلى 1640 متر، وبناء 14 جسر لتقاطع الطرق مع السكة الحديدية، فضلا عن أشغال التسطيح التي تصل إلى قرابة 7 ملايين متر مكعب. على طول 422 كيلومتر سيتم تجهيز الخط بأنظمة الإشارة والاتصالات والكهرباء،
والتي سيتم إطلاقها بالتزامن مع تقدم أشغال البنى التحتية وتسليم مختلف المقاطع. بحلول منتصف شهر ماي سنة 2027 وقبيل 6 أشهر من تشغيل وحدات المشروع الاستثماري للفوسفات المدمج، ستنتهي أشغال إنجاز هذا الخط كاملا من عنابة إلى جبل العنق بجميع الأنظمة الضرورية لتسهيل وتنظيم حركة القطارات، ليكون الخط المنجمي الشرقي على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات نقل المواد المنجمية والمحولة والمصنعة بين عناصر هذا القطب المتكامل للصناعة المنجمية.